سيارات من أنواع مختلفة. 11 سيارة عثرت عليها السلطات الأمنية بإحدى الضيعات بضواحي مدينة سلا. العملية تمت بعد أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من المشتبه بهم في مجال سرقة السيارات وتفكيكها، إما عن طريق استعمال مفاتيح مزورة وكسر نوافذ السيارات، أو عن طريق تشغيل المحرك بتماس كهربائي. هذه الطرق اللي هي اللي كتتحي لنا على ان هذه المجموعه ديال الاشخاص هادو هم من ذوي المعرفه بالادوات المرتبطه بالميكانيك او بكهرباء السيارات او الميطاله، كذلك البحث الدابنه الى التعرف على مكان كيقوموا فيه بالتفكيك ديال هاد المجموعه من السيارات اللي اكتشفنا الأجزاء ديالها في داخل إحدى الضيعات بأحواز مدينة سالة، واللي تخص إما سيارة فيات أونو أو سيارة ديال المرسيدس. وفقا للسلطات الأمنية، كان المشتبه بهم يقومون بسرقة السيارات بكل من مدينة سالة، الرباط، القنيطرة، الخميسات والدواحي. أفراد هذه العصابة الإجرامية جلهم عندهم سوابق قضائية، كذلك عندهم دراية بميكانيك سيارات بالميطالة وكذلك بكهرباء سيارات، الشيء اللي كانت يسهل المأمور عليهم باش يستوليوا على هذه السيارات بدقة وبسرعة. عملية القبض على المشتبه بهم تمت بتنسيق تام بين مديرية الشرطة القضائية والنيابة العامة.